مع اقتراب حلول عيد الأضحى وتشجيعاً للمواهب النسائية، أقامت منظمة من أجلهم الإنسانية معرض لنعيد سوا، الذي تضمن عرض أعمال المتدربات في سلسلة التدريبات المهنية، وذلك ضمن حزمة إعادة تدوير الخياطة والإكسسوارات والأشغال اليدوية والنسيج في مدينة إعزاز شمالية حلب. كاميرا الفرات وكما عودتكم كانت هناك لتنقل لكم أجواء المعرض. السلام عليكم، أنا مديرة منظمة من أجلهم الإنسانية سمر الحسين. هذا المعرض اشتركت فيه النساء إعادة تدوير للثياب القديمة بالبيت، بالإضافة لأنه في نساء واحدة منهم جابتنا بدلة عرس هدية مستعملة، لكن عدناهم وسوينا فيه للأطفال للبنات ثياب شفتوهم، بعتقد عملنا فيهم سكتش للبنات وكل عياتهم لنعيد سوا. يعني مو مشكلة إذا ما في شيء جديد وما معنا حال جديد، منعيد بالقديم والقديم على بناء جديد بضحكتنا طبعا وفرحتنا وبحبنا لبعضنا. السلام عليكم، معكم أنسي جمانة الحجي من مسؤولة قسم الأنشطة والتدريبات بمنظمة من أجلهم. طبعا نحن اشتغلنا بالنسبة لإعادة التدوير هو الخياطة زائد الإكسسوار زائد النسيج، يعني من الأقمشة القديمة عدناها وصنعنا شيء جديد، يعني بحيث انه العيد يجي على الاطفال السوري كلياته لابس، يعني ما في شيء اسمه انا ما خرج البس او ما معي او من هالاشياء هاي. فيعني المراه السوريه قادره انها صنعت من الاشياء من الاقمشه القديمه ثياب جديده لاطفالها لاولادها، يعني هي الهدف انه المراه السوريه قادره على كل شيء وهي بالنهايه يعني تنكسر البسمه بالحياه. أنا أمي معلوش نازحة من ريف إدليب، دخلنا بهالمشروع ودربت صبايا حوالي 25 بنت دربتها على إعادة تدوير القماش. كان القماش كله مستعمل، فساتين سهرة فساتين عاديات قصيناهم ورجعنا من أول جديد خيطناهم. بسبب النزوح والغلاء الأسعار قلنا أنه نخلي كل أم وكل ست تفرح ولادها بالعيد وتقدم لهم قطع جديدة وحلوة. بعدسة مراسلنا وكالة الفرات للأنباء.